السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الجزء الباقي في البيتا أوكسيديشن. أول حاجة هنتكلم عليها إن أنا ممكن يقابلني 3 مشاكل في البيتا أوكسيديشن. المشكلة الأولانية إن أنا أكون عايز أعمل أوكسيديشن لـ very long chain fatty acid أكتر من 20 كربون. المشكلة الثانية إن أنا عايز أكون أعمل أوكسيديشن لـ odd chain fatty acid مش even number fatty acid، عدد كربوناته فردي مش زوجي، وبالتالي مش هقدر أكسره كربونتين اللي هم الاسيتايل كوين. المشكله الثالثه ان انا يكون عندي unsaturated fatty acid، عندي باكسد فاتي اسيد في دبل. نبداهم واحده واحده. والله لو انا الفاتي اسيد اللي عندي فيري لونج تشين فاتي اسيد يعني اكتر من 20 كربونه، هلجا الاول الى حاجه اسمها البيروكسيزون، وده طبعا اورجانيل من اللي جوه الصل. هدخله جوه البيروكسيزون عشان يحصل له شورتنج، هشيل منه كربونات لحد ما يبقى تحت 20 كربونه، ادخله بقى الميتوكوندريا واعمل له بيتا اوكسيديشن. بقى اول مشكله لو هو فيري لونج تشين فاتي اسيد اكتر من 20 كربونه، هدخله جوه البيروكسيزوم يحصل له شورتنج، وبعدين ادخله جوه الميتوكوندريا اعمل له اوكسيديشن. دي المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه لو انا اودتشين فاتي اسيد، احنا جبنا سيرته قبل كده في الفيديو بتاع جلوكونيوجينيسيس في الكربوهيدرات ميتابوليزم. هعمل ايه لو هو اودتشين فاتي اسيد؟ هفضل اكسر كربونتين في صوره اسيتايل كو اي لحد ما يتبقى لي 3 كربونات. لما يتبقى لي 3 كربونات مش هشيل كربونتين ويتبقى كربونه، خلاص انا كانوا 5 لما كسرتهم بين الالفا والبيتا، هيديني الكربونتين اللي هو الاسيتايل كو اي، والثلاث كربونات ده هيبقى البروبينايل كو اي. هاخد البروبينايل كو اي وهعمل له عمليه كاربوكسيليشن، هضيف له الكربون دايوكسيد فيتحول من بروبينايل كو اي الى ميثايل مالونايل كو اي. الميثايل مالونايل كو اي في وجود فيتامين بي 12 بحوله الى ساكسينايل كو اي، والساكسينايل كو اي ده بلحقه بالعمليه الجلوكونيوجينيسيس وصنع منه جلوكوز. يبقى الاودا تشين فاتي اسيد بفضل اشيل منه الكربونات في صوره اسيتايل كو اي، هدخلها كريبس عادي لحد ما يتبقى لي الخمسه دول لما اكسرهم هيبقى 2 اسيتايل كو اي ادخلها كريبس، وثلاثه بروبينايل كو اي. البروبينايل كو اي هعمله كاربوكسيليشن احوله الى ميثايل مالونايل كو اي، واتفقنا ان اي كاربوكسيليز في الكيمياء محتاج بايوتين ومنجنين ككوفاكتورز وبيكسر اي تي بي. احوله الى ميثايل مالونايل كو اي، والميثايل مالونايل كو اي في وجود فيتامين بي 12 بيديني ساكسينايل كو اي، اعمل منه جلوكونيوجينيسيس. في ناس بيبقى عندها فيتامين بي 12 ديفيشنسي، لو هي عندها فيتامين بي 12 ديفيشنسي مش هتقدر تحول الميثايل مالونايل كو اي الى ساكسينايل كو اي، فهيبدا الميثايل مالونايل كو اي ده يطلع في البلط وينزل في اليورين، فدي بنسميها ميثايل مالونايل اسيدوريا، من الحاجات اللي انا بعمل بيها ديتكشن فور فيتامين بي 12 ديفيشنسي. تمام، يبقى اول مشكله لو هو فيري لونج تشين فاتي اسيد اكتر من 20 كربونه، هدخله الاول البيروكسيزوم اعمل له شورتنج، وبعدين ابقى ادخله الميتوكوندريا. النقطه الثانيه لو انا اودت تشين فاتي اسيد هفضل اكسر كربونتين لحد ما يتبقى 5 كربونات، لما اكسرهم يبقوا 2 اسيتايل كو اي والثلاثه بروبينايل كو اي، هعمل منه جلوكونيوجينيسيس. لو انا انساتوريت، واشهر انساتوريت بعمل له اوكسيديشن هو الاولايك اسيد، ده فيه دبل بوند واحد بس، في دبل بوند واحده مش في دبل بوند واحده، مش هي دي اللي فارقه معايا. ايه اللي فارق معايا؟ خلينا نتكلم الاول على الاولايك اسيد. الدبل بوند في دبل بوند واحده بين كربون 9 و10. تمام، انا اللي يهمني ان انا الالفا كربون والبيتا كربون اللي انا ببدا عندهم عمليات الاوكسيديشن مش هيبقى فيهم حاجه. انت بتتكلمي دلتا 9، يعني انا هفضل الكربون الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه مفيش فيهم مشاكل. يعني هعمل 3 سايكلز اوف بيتا اوكسيديشن مش هيبقى فيهم مشكله. وفي السايكل الرابع يعني انا هبدا اول سايكل هشيل كربونتين مش ظهرتش عندي دبل بوند ولا حاجه، السايكل الثاني شلت كربونتين مفيش عندي دبل بوند ولا حاجه، السايكل الثالثه شلت كربونتين مفيش عندي دبل بوند ولا حاجه. لما ادخل على السايكل الرابع هبص الاقي ظهرت عندي الدبل بوند بين كربون بيتا وكربون جاما. ما احنا اتفقنا ان انا لما بعد من سي او او اتش بعد دي الالفا كربون، دي البيتا كربون، دي الجاما كربون اللي بعديها. فانا اول ما هتظهر عندي هتظهر عندي الدبل بوند بين البيتا اند جاما كارب، وبتبقى الدبل بوند دي في الصوره السيس. يبقى لما تظهر عندي الدبل بوند بين البيتا والجاما كارب وتبقى سيس 4، ده انديكيشن ان انا مش هينفع اكمل السايكل دي عادي زي ما انا واخد، لان انا واخد ان انا البيتا كارب تبقى كربون عاديه ما فيهاش دبل بوند. هعمل ايه؟ لو حضرتك خدت بالك في اول خطوه من السايكل اوف 3 رياكشنز بتاعت البيتا اوكسيديشن، احنا بنخلق دبل بوند. الاسايل كو اي دي هيدروجينيز اللي هو الكو انزايم بتاعه فات ده بيخلق دبل بوند، بس بيخلق الدبل بوند دي بين الالفا والبيتا كربون وبيخلقها ان ترانسفور. هنا بقى انا عندي دبل بوند بس مش بين الكربونات اللي انا عايزها، الدبل بوند موجوده بين البيتا وبين الجاما ومش في الفورم اللي انا عايزه، ده هي في السيس 4. انا كنت عايزها تبقى بين الالفا والبيتا كربون وتبقى في الترانسفور.
ده بيعملوا انزيم اسمه ايزوميريز. يعني الايزوميريز بيقول لك ايه مشكلتك دلوقتي، تقول له انا واخد ان البيتا كاربون دي ما فيهاش حاجه. طب وانت كنت عايزها ما فيهاش حاجه ليه؟ انا كنت عايزها ما فيهاش حاجه عشان اعمل لها اسايل كو ايدي هيدروجينيز واشيل اثنين هيدروجين من الالفا والبيتا كاربون على الفات واعمل دبل بوند بين الالفا والبيتا. دلوقتي انا مش هعرف اعمل كده لان البيتا عليها دبل بوند بين البيتا والجاما. طب ايه رايك بقى ان انا عندي ايزوميريز يقلب لك الدبل بوند دي بين الالفا والبيتا، وبدل ما تبقى سيس تبقى ترانس. حلو فل. يعني انا هبدا السايكل دي من ستيب 2. يعني انا هجيب لك الالفا بيتا انساتوريتد اسايل كو اي اللي كان هيديهولك الاسايل كو اي دي هيدروجينيز، بس مش هجيبه عن طريق ان انا اشيل هيدروجين على الفات، هجيبه عن طريق ان انا هستخدم الايزوميريز اللي هيحول لي الدبل بوند، بدل ما كانت بين البيتا والجاما تبقى بين الالفا والبيتا، وبدل ما كانت في السيس 4 تبقى في الترانس 4. حلو. بس السايكل دي مش هتطلع لك فاد اتش 2، هتطلع لك ناد اتش بلس اتش بس. فبدل ما كانت السايكل بتدي لك 5 اي تي بي، السايكل دي هتدي لك 3 اي تي بي وهكذا. يبقى انا طول ما انا عندي بيتا كاربون ما فيهاش مشاكل انا بكمل السايكل بتاعتي عادي. لو صدفت ان البيتا كاربون ظهرت فيها انساتوريشن، ظهر فيها دبل بوند، تمام، عندي الايزوميريز اللي يحول الدبل بوند دي للالفا والبيتا، والفورم اللي انا عايزه اللي هو الترانسفورم وهكذا. مش فارق معايا بقى عدد الدبل بوندز كام، لان انا اول ما تظهر عندي الدبل بوند السايكل دي هعمل فيها كده. الفرق الوحيد ان السايكل اللي هتظهر عندها الدبل بوند بدل ما كانت هتطلع لي 5 اي تي بي هتطلع لي 3 اي تي بي، لان انا مش هعمل خطوه الاسايكو اي دي هيدروجينيز ومش هطلع فات اتش. تمام كده. يبقى احنا حليناه ثلاث مشاكل. لو انا فيري لونج تشين فاتي اسيد هقصره عن طريق ان انا هدخله البريكسوزوم الاول. لو انا اوت تشين فاتي اسيد هفضل اكسر عادي لحد ما يتبقى عندي الثلاث كربونات بتوع البروبينايل كو اي ادخلهم جلوكوجينيز. لو انا انساتوريتد فاتي اسيد هكمل السايكلز بتاعتي عادي لحد ما تظهر عندي دبل بوند بين كربون بيتا وكربون جاما في السيس 4، احولهم بالايزوميريز الى كربون الفا وكربون بيتا في الترانس 4، وهبدا من خطوه نمبر 2 في السايكل دي. بس السايكل اللي هتظهر عندها دبل بوند هي اللي هعمل فيها كده وهتطلع لي 3 اي تي بي بدل 5 اي تي بي. يبقى احنا حلينا الثلاث مشاكل بتوع البيتا اوكسيديشن. ننقل على الريجيليشن. اتفقنا ان الريجيليشن بتاع البيتا اوكسيديشن بيبقى عن طريق الكارنيتين شاتل. زي ما انا اتكلمت في الكارنيتين شاتل ان الكارنيتين بالميتوي ترانسفيريز 1 بيحصل له انهبيشن بوجود الانسولين، وبرده الكارنيتين بالميتوي ترانسفيريز 1 بيحصل له انهبيشن بوجود الميلانايت كو اي في السيتوبلازم، كانديكيشن ان الاسايل كو اي ده مش بتاع اوكسيديشن، الاسايل كو اي ده هيبقى بتاع لايبوجينيسيس لو وجود ميلانايت كو اي في السيتوبلازم. كمان الاورال هايبوجلايسيميك دراجز زي السلفونايل يوريا بتعمل انهبيشن للكارنيتين شاتل علشان تقلل الليبيد اوكسيديشن وتدي فرصه اكتر للجلوكوز اوكسيديشن علشان يحصل ديكريس في البلاد جلوكوز ليفل في البلاد. الحاجه اللي بعد كده، في ناس عندهم كونجنتال ابسنس لكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز سبيشلي كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 2 في الميتوكوندريا. طبعا الناس اللي عندهم كده مش هينفع ياكسدوا، فلما مش هيعرفوا ياكسدوا اللابت مش هينفع خسه. الناس دي ما ينفعش تاخد ما ينفعش تعمل دايت. الناس دي المفروض تعمل شفط دهون على طول، لانها مهما انا عملت لها دايت مش هتعرف تحرق لابت. ده بالنسبه للريجوليشن. ننقل بقى على الانرجي جين. في الانرجي جين اوف بيتا اوكسيديشن ممكن يجي لي سؤال في الامتحان كالكيوليت انرجي جين فروم الفاتي اسيد الفلاني بيتا اوكسيديشن بتاعه، او ان يجي لي في الام سي كيو ويقول لي ان انا عملت اكسده للفاتي اسيد كذا وهو كذا كربون، هو لازم يديك نمبر اوف كربونز. قول لي بقى هتحسب من الانرجي جين ازاي. طبعا هو ممكن ما يدركش نمبر اوف كربونز، انا اقول لك مثلا بالميتيك اسيد او اوليك اسيد، احنا عارفين دي تبقى كام كربون. لكن الحاجات اللي هي بقى انت مش عارفها هيبقى كاتبين لك عدد، غالبا هيبقى الدكتور اللي حضرتك الاكزام كاتب لك عدد الكربونز بتاعتك. اهم حاجه ان انا اعرف عدد الكربونز اوف فاتي اسيد ليه، عشان هنشوف دلوقتي. لو فرضنا النمبر اوف كاربونز ده ايكوال ان، يعني انا لو بتكلم عن ان انا هاكسد بالميتيك اسيد هيبقى بالميتيك اسيد ده 16 كاربونز. هستفيد بايه بقى ان انا اعرف عدد الكربونات بتاع نمبر اوف سايكلز؟ ان نمبر اوف سايكلز هيبقى ان اوفر 2 ماينس 1. يعني لو انا بقول ان انا باكسد بالميتيك اسيد هيبقى 16 اوفر 2 ماينس 1 يعني 7 سايكلز. ولو بتكلم عن النمبر اوف سايكلز ايه هيبقى ان اوفر 2، لان احنا اتفقنا ان سايكل ايه 2 كاربونز. يبقى انا هجيب عدد الكربونات الفاتي اسيد ده واقسمه divided 2. فانا لو بتكلم برضو على palmitic acid هيبقى 16 over 2 يعني هيبقوا 8 acetyl CoA. ليه؟ الـ number of cycles انا عارف ان السايكل الواحدة تديني واحدة فات H2 وواحدة نات H plus H، يعني كل سايكل هتديني 5 ATP. فانا هنا عايز الـ number of cycles واعملها times 5. يبقى انا هقول 7 times 5 equal 35 ATP.
دي الانرجي جين من السايكلز بس. لكن هنا استايك واي ايتش استايك واي لما بتخش في سايكل واحده في الكريبس بتديني 12 اي تي بي. يبقى انا هضرب ال 8 دول ب 12 هيدوني 96 اي تي بي. اما الاكتيفيشن ما تنساش ان انت في خطوه الاكتيفيشن ناقص 2 اي تي بي من قبل ما تبدا. تمام؟ في اي فاتي اسيد انا عشان اعمل له اكتيفيشن واحوله الى اسايك واي، الاسايك واي سنسيتيز بيخسر لي 2 اي تي بي. لما اجي اجمع الكلام ده مع بعض لحضرتك جمعت ال 35 و 96 هدول لك 131 اي تي بي ماينس 2 اي تي بي هيبقى 129 اي تي بي. ده اصغر فاتي اسيد انا باكسد اللي هو الكارميتيك اسيد اللي انا بصنعه. تخيل بقى لو انا مثلا هاكسد 20 كربون، 20 كربون هيبقى النمبر اوف سايكلز 9. ان على 2 ماينس 1 يعني هيبقى 10 ماينس 1 يعني 9. 9 في 5 هيبقى 45 اي تي بي. لو انا بتكلم عن نمبر اوف سايكلز ايه هيبقى 10، 10 في 12 120 اي تي بي وهخصم منهم 2 وهكذا. اي بقى فاتي اسيد بدل انا هعرفك عدد الكربونز بتاعته انت ممكن تحسب الانرجي جين بتاعته. لو جه السؤال ده في الام سي كيو خلاص انت محتاج تعرف الانرجي جين عشان تختار الاختيار الصح وخلاص. لكن لو جالك السؤال ده في الاكونت او اقول لك كالكيوليت ذا انرجي جين فروم الفاتي اسيد الفلاني او الانرجي جين فروم ذا بيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد العلاني، يبقى انا محتاج حضرتك تقول لي ان انت جبتها ازاي. يعني تقول لي النمبر اوف سايكلز بالطريقه دي، وهتقول لي تايمز 5 وتايمز 5 ليه؟ يعني تقول لي ايتش سايكل بروديوس فات اتش 2 اند اتش بلس اتش اللي هو ايكوال 5 اي تي بي. يعني تقول لي انت هتضرب في 5 ليه؟ وتقول لي نمبر اوف استايك وايه وتايمز 12 وتايمز 12 ليه؟ تعرفني ان انت عارف ان ايتش استايك وايه لما بتخش ايتش سايكل في الكريبس بتطلع لي 12 اي تي بي. وتقول لي ان انت هت ماينس 2 اي تي بي عشان الاكتيفيشن، وتقول لي ان انت عارف ان الاسايك وايه سنسيتيف بيخسرني 2 اي تي بي. فده الفرق لو انا بحسب الانرجي جين في الام سي كيو او بحسب الانرجي جين في الكالكوليت في شورت اكاونت. هنا لازم اكتب الستبس دي انا جبتها على انهي اساس، انا حسبت على انهي اساس. لكن طبعا في الام سي كيو عايز الاجابه الصح وخلاص. يبقى ده بالنسبه للانرجي جين فروم بيتا اوكسيديشن. بعد ما خلصنا البيتا اوكسيديشن نتكلم في تاني نوع من اكسده الفاتي اسيد اللي هو الالفا اوكسيديشن. في الالفا اوكسيديشن زي ما اتفقنا في اي باث واي عايز اذاكره ديفينيشن سايت فانكشن ستبس ريجوليشن اند كلينيكال كورليشن. الفا اوكسيديشن از انذر باث واي فور اوكسيديشن اوف فاتي اسيد. اكيد هو مش المين باث واي فور اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، احنا اتفقنا ان المين باث واي فور اوكسيديشن اوف فاتي اسيد هو البيتا اوكسيديشن. الفا اوكسيديشن بيبقى كونسيرند ويز اوكسيديشن اوف فاتي اسيد ان ويتش ذا بيتا كاربون از بلوك. يعني انا بعمل بيتا اوكسيديشن كده كده، لكن لو انا جيت اعمل بيتا اوكسيديشن لقيت البيتا كاربون بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني مقفول البيتا كاربون بوجود ميثايل جروب. The beta carbon is blocked by presence of methyl group. هنا انا مش هقدر اعمل بيتا اوكسيديشن، فهضطر اعمل الفا اوكسيديشن. بعمل الفا اوكسيديشن على اساس ان انا اتخلص من الكربونه دي فتبقى اللي بلوكد بالميثايل جروب مش البي، تبقى الالفا. يعني الغرض من الالفا اوكسيديشن ان انا هشيل كربونه، بعمل هيدروكسيليشن وبعد كده دي هيدروجينيز وبعدين دي كاربوكسيليز بحيث ان انا اشيل اخر كربونه وبالتالي افتح تبقى البيتا كاربون بتاعتي مش مقفوله باي ميثايل جروب. بيحصل فين؟ بيحصل في البرين. الالفا هيدروكسيليزس مين اللي موجوده في البرين؟ وزي ما قلنا الفانكشن بتاعتها ان انا اوكسيديشن ان اوف فاتي اسيدز ان ويتش ذا بيتا كاربون از بلوكد باي بريزنس اوف ميثايل جروب. اشهر فاتي اسيد البيتا كاربون بتاعته بلوكد بميثايل جروب هو الفايتانيك اسيد. والفايتانيك اسيد ده موجود في الديري برودكتس وفي الميلك فات، في الالبان ومنتجات الالبان، وفي الفات اللي جاي من الانيمالز. لو انا ما عنديش الالفا هيدروكسيليز ايه اللي هيحصل وهو ايه المفروض اللي يحصل بعد كده؟ يعني انا بعمل الفا هيدروكسيليشن او الفا اوكسيديشن بعديها هعمل بيتا اوكسيديشن. كده كده هعمل بيتا، يعني احنا قلنا انا عندي ثلاثه باث ويز فور اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، الفا بيتا اوميجا. انا كده كده هعمل بيتا، يعني سواء بدات بالفا، انا بادئ بالفا عشان البيتا كاربون بتاعتي مقفوله بميثايل جروب، سواء بدات باوميجا زي ما هتكلم دلوقتي هقول الاوميجا انا بعمله ليه، كده كده هكمل بيتا. يعني انا بحل المشكله اللي موجوده علشان البيتا يعرف يكمل. يعني انا لو بدات الفا اوكسيديشن انا عامل الالفا اوكسيديشن ان البيتا كاربون بلوكد باي ميثايل جروب، فكيت البلوك اكمل بيتا اوكسيديشن. تمام؟ يبقى انا هعمل الفا اوكسيديشن عشان احل له المشكله وبعدين اودي له بقى الفاتي اسيد يعمل له بيتا اوكسيديشن. يبقى تاني الديفينيشن اتس الفا اوكسيديشن اتس اوكسيديشن فاتي اسيد اتس الفا كاربون بيكوز بيتا كاربون از بلوكد باي بريزنس اوف ميثايل جروب از ان فايتانيك اسيد. الفايتانيك اسيد ده موجود فين؟ موجود في الديري برودكتس وموجود في الانيمال فات. بيحصل فين؟ بيحصل في تيشوز كتير منها البرين. الغرض بتاعه ان انا اعمل سولفنج للبروبلم بتاعت البلوكج اوف ذا بيتا كاربون باي ميثايل جروب عن طريق ان انا هعمل ديكابوكسيليشن هشيل كربونه وبالتالي البلوكج هيبقى عند الالفا مش عند البيتا، وبعد كده بكمل بيتا اوكسيديشن. طيب لو انا ما عنديش الفا هيدروكسيليزس اللي هو الكي انزيم فور الفا اوكسيديشن، ايه اللي هيحصل؟ مش هعرف اعمل اوكسيديشن الفايتانيك اسيد.
فالفايتاليك اسيد يتراكم عندي في التشو، والله يتراكم في اي تشو مش مشكله، بس لو تراكم عندي في البرين دي كارثه. الديزيز ده اسمه ايه؟ اسمه ريبزون ديزيز. الريبزون ديزيز، الريبزون ديزيز ده جيناتيك ديفكت في الالفا هيدروكسيليز اللي كونسرنت وذ الفا اوكسيديشن، وبالتالي بيتراكم عندي الفايتاليك اسيد سبيشالي في البرين. الديزيز ده مور انديوس، الجيناتيك ديزيزز موست كومنلي بتبقى ريشيال، يعني هي مرتبطه ان لو هما تباعدوا هيصحوا، لكن هي نظريه لان مثلا الجوز بيتجوزوا من بعض فهيبقى الديزيز ده يعني عندهم اكتر من اي حد تاني. فريزون ديزيز معروف في الكتب بالتكست بوكس ان هو ديزيز اوف جوز، وده بيبقى فيه كونجنتال ابسنس والالفا هيدروكسيليز بيتراكم الفايتاليك اسيد سبيشالي في البرين. الطفل ده على بال ما بتفهم، طبعا هو المشكله ان هو البيبي ده في اول ست شهور كل اكله ميلك، وبالتالي عمال يتراكم الفايتاليك اسيد ومش فاهم ايه اللي بيحصل. فعلى بال ما بنفهم اللي بيحصل بيبقى الطفل ده ديف ميوت بلايند، بيبقى خلاص انت يعني بهدلت البرين. ديف ميوت بلايند لو عدى الكلام ده بيبقى عنده سيربيلر اتاكسيا وبريفرال نيوروباثي وحاجات ثانيه، بس هو غالبا بيبقى ديف ميوت. يبقى الريبزون ديزيز is disease of congenital absence of alpha hydroxylase which is concerned with alpha oxidation، يؤدي الى تراكم الفيتانيك اسيد in brain وهيعمل لي neurological manifestation اللي سبيشال منها deaf mute blind. تمام كده؟ يبقى ده الالفا اوكسيديشن ننقل على الاوميجا اوكسيديشن. زي ما اتفقنا ان انا سواء هعمل الفا او هعمل اوميجا كده كده هكمل بيه، لان المفروض ان الالفا او الاوميجا اوكسيديشن بيحلوا لي مشكله جوه الفاتي اسيد عشان يسمحوا للبيتا اوكسيديشن تو اوكي. الايه المشكله عندي في الاوميجا اوكسيديشن؟ احنا زي ما اتفقنا ان الفاتي اسيدز اللي بتخش البيتا اوكسيديشن المفروض ما تبقاش اكتر من 20 كربون، وقلنا ان في حل ان انا ادخلها البولوكسيزوم. في حل تاني، الحل التاني ان انا اعمل لها اوميجا اوكسيديشن. الاوميجا اوكسيديشن بيحصل في الاندوبلازميك ريتيكولم. احنا عارفين ان انا اي فاتي اسيد ليه تو اندز، اند من ناحيه كربوكسيليك اند والاند الثانيه ميثايل اند. فرغم ان انا قدرت اكسد لك الميثايل اند دي وخليتها بقت انذر سي او اتش، يعني خليته داي كربوكسيليك اسيد، في اثنين سي او اتش، في اثنين كربوكسيليك جروب، كربوكسيليك جروب من ناحيتي وكربوكسيليك جروب من ناحيتي. احنا اتفقنا ان انا بعد الكربونز من بالدلتا سيستم من الكربوكسيليك جروب. فانا لو عديت من هنا هيبقى عندي ادي الفا ادي بيتا، وانا كده ممكن اعد من هنا هيبقى عندي ادي الفا ادي بيتا. يعني ان انا لما اكسد الكربونه بتاعت الميثايل حولتها الى كربوكسيليك جروب بقى عندي من الناحيتين 2 اندس اقدر اعد منه، فهيبقى عندي 2 بيتا كاربون. يعني انا ممكن اعمل 2 سايكلز اوف بيتا اوكسيديشن ات ذا سيم تايم، فانا كده بكسر الفاتي اسيد بسرعه. يبقى هو لو فيري لونج تشين فاتي اسيد انا ممكن ادخله البروكسيزوم اعمله شورتنينج، او اعمله الاول اوميجا اوكسيديشن، وده بيحصل في الاندوبلازميك ريتيكولم، وده بيعمل لي اكسده للميثايل جروب يحولها تو انذر كربوكسيليك جروب، فيبقى عندي داي كربوكسيليك اسيد في 2 سي او اتش، يبقى عندي 2 بيتا كربون، يبقى انا السايكل الواحده من البيتا اوكسيديشن هتطلع لي 2 اسيتايل كو اي، يبقى انا كده بخلص بدري اكتر. كده احنا خلصنا اللايبوليسيس، بيتا اوكسيديشن والالفا اوكسيديشن والاوميجا اوكسيديشن. ان شاء الله الفيديو الجاي اشرح الكيتون بودز ميتابوليس. اشوفكم على خير.